لي 30 سنة وأنا في هذا المهرة. لا كنا جيت هذا 4-5 فرع. الآن أبقى أنا الحالي. كنا نبيع الفواكه الخضرات، يعني كان جميع خضرات الفواكه مزروعة في هذا المنطقة، مثل العنب، الفرسك، الرمان، يعني كل ما كان موجود في الموسم. احنا كنا نبيع للسواع، بدا من 99 احنا بدانا يعني نشتغل في القصر كمرشدين سياحيين، فاي زائر كان يزور البلاد ضروري يزورها، بس السياحه كسياحه اللي كان يجوا الافواج الكبيره ومنهم الايطاليين الالمانيين بكثره. ايام السياحه لا تنسى، عندما نكون نبكر من الصباح، يعني احنا نبكر الدوام يبدا من الساعه 8، احنا كنا نبكر من الساعه 7، بس ما نوصل باب القصر لقيت في سواح منتظرين. الدخل يعني كان دخل الحمد لله، يعني ما كانش يهم واحد زي ما الان، يعني كان يعيش يومه خلاص. هذا يسمى